مع المركز الثاني لمحمد بن راشد بن حضيرم الكتبي. نتابع المركز الثالث، ثالث الانطلاقات وثالث التحديات القدوم في هذه اللحظات مع الحذر والحرب. الراشد بن خادم المهيري متابعا لهذا التقدم على مستوى المركز الثالث، بينما انطلقنا مع المركز الرابع بقرة سراب لعوض بن مصبح بن مسحار المتفيج. الكتبي ياتي على مستوى المركز الرابع وخامس الانطلاقات. نتابع المجموعة القادمة، حيث أن الأربع المراكز الأولى ابتعد كلي عن بقية المشاركين. ومع المركز الخامس ياتي زيزوم للسيب بن مبارك بن هواش الخيلي. النقلة التالية مع المركز السادس وأراء البطل للقرين بن علي بالقرين العامري يتقدم على مستوى المركز السادس. سابع الانطلاقات، أراهني شاهين لعلي بن سعيد بن مصبح النعيمي يتقدم على مستوى المركز السابع. المركز الثامن من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أيضا شاهين لعبد الله بن سيب بن غدير العرياني يتقدم على مستوى المركز الثامن. وتاسع الانطلاقات، أرهني هداد لحامد بن محمد بن سالمين العامري. ننطلق مع المركز العاشر وأرى أمر يتسلل على مستوى المركز العاشر لحمدان بن محمد بغريب بن راشد الكتبي، ياتي بدوره على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر الأسامي المتقدمة، والمسيرة تسير في هذه التحديات وفي هذه الانطلاقات المتميزة. لنا عودة مشاهدينا متابعينا الكرام مع الصدارة، مع البداية، مع المقدمة. وأرى هناك أيضا الاندفاع الترقاية الحاضر دائما منذ البداية بناموس هذا الشوط، والواعي الواعي اللي واعي على الصدارة ويقدم أحلى عروضه الصباح الجميلة والرائعة. يندفع بناموس هذا الشوط لخليفة بن عبيد بن راشد بن غرير الكتبي، يتقدم أيضا بهذا الانطلاق الجميل والرائع. نتابع المركز الثاني، نتابع الشامخ مع المركز الثاني لمحمد بن راشد بن حضيرم الكتبي، ياتي بدوره على مستوى المركز الثاني. الاثنين ابتعدوا عن بقية المشاركين بتحديات ثنائية في هذا المسار وفي هذا الانطلاق المتميز، بينما انطلقنا مع المركز الثالث بأرى التقدم للحذر الحرب الراشد بن خادم بن راشد المهيري. ومع المركز الرابع، المركز الرابع ياتي أيضا بهذا الانطلاق سراب العوض المصبح بن مسحار المتفيج الكتبي. مع المركز الرابع خامس الانطلاقات والمجموعة القادمة في هذه اللحظات، شاهين لعبد الله بن سيب بن غدير العرياني مع المركز الخامس. المركز السادس زيزوم للسيب بن مبارك بن هواش الخيلي. نتابع المركز السابع من الجانب الآخر، هداد شعار حامد بن محمد بن سالمين العامري. ننطلق مع المركز الثامن وأرى التقدم، أرى التسلل في هذه اللحظات من شاهين علي بن سعيد بن مصبح النعيمي. ومع المركز التاسع نتابع البطل بالشعار القرين بن علي بالقرين العامري، يتقدم على مستوى المركز التاسع. وعاشر التحديات، أمر الحمد لله بن محمد بن غريب بن راشد الكتبي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندانا الثاني أكملناه للعشر المراكز المتقدمة، والمسيرة تسير والصدارة والتحديات مع الواعي اللي ينفرد بناموس هذا الشوط أيضا بتحديات ثنائية وبمعيته في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع الشامخ الشامخ والواعي، الواعي بشعار خليفة بن عبيد بن راشد بن غرير الكتبي، والشامخ
مع المركز الثاني لمحمد بن راشد بن حضيرم الكتبي، وغادرنا لوحة الاثنين كيلومترات، غادرنا لوحة الاثنين كيلومترات والكوكبة ثنائية، الصراع ثنائي ما على المقدمة ما بين الواعي وما بين الشامخ، الواعي اللي واعي اللي واعي ومركز بهذا الانطلاق خليفة بن عبيد بن راشد بن غرير الكتبي، ولكن الشامخ بقمة الشموخ والتحدي والإثارة منذ البداية بشعار محمد بن راشد بن حضيرم الكتبي، الاثنين بصراع مرير على مقدمة هذا الشوط والحوار الثنائي اللي يجمع الواعي يجمع الشامخ، ولكن أرى المجموعة القادمة مع هذا الانطلاق على مستوى المركز الثالث وأول أول الهاجمين نتابع سراب لعوض بن مصبح من مسحار المتفيج يتقدم على المركز الثالث، المركز الرابع ياتي شاهين لعبد الله بن سيف بن غدير العرياني، ومن الجانب الاخر هداد حامد بن محمد بن سالمين العامري يتقدم على مستوى المركز الرابع، المركز الخامس شعار النعيمي، شعار النعيمي شاهين لعلي بن سعيد بن مصبح النعيمي يتقدم ايضا على مستوى المركز الخامس، ومع المركز السادس أرى القدوم في هذه اللحظات مع البطل والقرين بن علي بن القرين العامري متابعا لهذا الانطلاق وهذا الاندفاع على مستوى المركز السادس، المركز السابع وصل أمر، وصل أمر في هذه اللحظات بدأ أيضا بتنفيذ الأوامر والخطة المحكمة من حمدان بن محمد بن غريب بن راشد الكتبي، ولكن التقدم مع عباب سالم بن سلطان بن ميرين الكتبي يقدم عباب على مستوى المركز السابع يتسلل بأول نداء مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن بنعود مع الصدارة والمقدمة والكوكبة الثنائية، الكوكبة الثنائية أرى هناك الواعي والشامخ على صدارة هذا الشوط، ولكن الواعي منذ البداية يقود هذه الجموع خليفة بن عبيد بن راشد بن غرير الكتبي، من ينطلق الصدارة بدون أي أوامر بدون أي تعليمات، عصارة راقدة حتى هذه اللحظات مع هذا الانطلاق المتميز مع هذا العرض المثير، وأهالي الذيد أهالي الذيد هم الأقرب لناموس هذا الشوط مع هذا الانطلاق المتميز، والواعي على الصدارة الواعي على المقدمة ينفرد انفراد كلي بناموس هذا الشوط، يغرد خارج السرب وحيدا منطلقا مندفعا بناموس هذا الشوط، تهانينا لمالكه خليفه بن عبيد بن راشد بن غرير الكتبي، سلام سلام الذيل سلام، اسعدت صباحا بتحديات وانطلاقه الواعي يصل الى خط النهايه بدون اي منافس على الاطلاق، تهانينا لمالكه خليفه بن عبيد بن راشد بن غرير الكتبي، المركز الثاني ياتي الشامخ محمد بن راشد بن حضيرم الكتبي، المركز الثالث البطل القرين بن علي بن القرين العامري، المركز الرابع حداد حامد بن محمد بن سالمين، المركز الخامس شاهين لعلي بن سعيد بن مصبح النعيمي. هذه النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة، ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الواعي إلى خط النهاية، ياتي بتوقيت زمني مقداره هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية. تسع دقائق 13 ثانية ثمان أجزاء من الثانية هو توقيت الواعي، تهانينا لخليفة بن عبيد بن راشد بن غرير الكتبي، والسلام الذي السلام مع الأداء المتميز اللي قدمه الواعي بينما اللي وصل مع المركز الثاني، ياتي الشامخ بتوقيت زمني مقداره تسع دقائق بالتأكيد لحظات الوصول إلى خط النهاية، تسع دقائق 28 ثانية خمس أجزاء من الثانية، تهانينا لمحمد بن راشد بن حضيرم الكتبي بينما اللي وصل مع المركز الثالث، ياتي البطل بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق 29 ثانيه و9 اجزاء من الثانيه، التهاني موصوله للقرين بن علي بن القرين العامري، تهانينا للجميع والناموس.